مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح نسوي الكيكة الألمانية بالبرتقال واللوز. يلا تعالوا خلينا نشوف شنو المكونات. المكونات هنا تقدرون تسيفون تسكرون الصورة وتخزنوها. يلا، نحتاج إلى طحين اللوز، ونحتاج إلى 50 غرام من السميد، ونحتاج إلى 75 غرام من الطحين العادي، ونحتاج 1/2 كوب لبن زبادي، بيضتين، سكر، برتقالتين، وفانيلا سائلة، وزيت. راح أرش هنا السكر في قاع القالب مثل ما تشوفون، بدون أي زيت، بدون أي شيء، فقط السكر. ورص عليها برتقالة بعد ما أقطعها حلقات خفيفة جدا، ورصها في قاع القالب. وهنا راح أجي إيش اللي راح أسوي؟ راح أكسر البيضتين وأضيف السكر، رشة ملح مثل ما تشوفون، وراح أضيف الفانيلا السائلة والفانيلا الباودر، إذا ما عندكم فقط الباودر مو مشكلة. راح أرش عليها مبشور البرتقال، قشور البرتقال، أو أنتم تبشرون عليها قشر البرتقال بالمبشار. وراح أستخدم الماكينة بالمزج إلى أن يكون الخليط متجانس هلامي، شوي يكون خفيف. راح أضيف اللبن الخاطر أو اللبن الزبادي. طبعا نكهة قشور البرتقال، نكهة الطعم تكون خرافي، طعم الكيك يعني تصير خرافية. راح أعصر عليها عصير البرتقال الثانية، ما أخلي أي سائل إضافي، فقط عصير البرتقال. وراح أضيف لبن الخاثر أو الروبر أو اللبن الزبادي وأمزجهم. وحاليا راح نمزج المواد الناشفة، طحين اللوز والسميد والطحين العادي، وأضيف البيكنج باودر. لا تنسوها كيس من البيكنج باودر. نمزجها جيدا، لازم تمزجوها زين حتى يختلط البيكنج باودر ويا الكل. ضفت هنا الهيل، قليل من الهيل، خيار تقدرون تضيفون او لا. هنا راح اضيفها ويا المادة السائلة وامزجهم مرة ثانية مثل ما تشوفون، واصبه في القالب. طبعا اخر شي راح اضيف الزيت. انا هنا استخدم زيت الزيتون او زيت جوز الهند، اي زيت يكون، وتضيفوها على البرتقال على القالب، وتدخلوه للفرن مثل ما تشوفون هنا قدامكم. وندخله للفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة. وهنا طلعت القالب بعد ما برد، راح أقلب القالب مثل ما تشوفون هنا. طبعا والريحة فتشي ما أقول لكم عليها، أنصحكم تسووها هذه الكيكة وتجربوها. طبعا الطحين اللوز مفيد أكثر من الطحين العادي. هنا أرش الفانيلا والسكر الناعم، هذه الجمالية. وراح أستخدم الحرق السكر، هذه الجمالية، مو إلا ضرورية تسووها لكن تعطي جمالية حلوة. وهذا الشكل النهائي مثل ما تشوفوها. أتمنى عجبتكم الكيكة وأنصحكم تجربوها، لذيذة جدا جدا. وإذا يعجبكم أقدم لكم هيجي شغلات، تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات حتى أقدم لكم الكيكات الألمانية. ألمانيا معروفة بهاي النوع من الكيكات والمعجنات. إن شاء الله كل مرة أقدم لكم نوع من الكيكة من الكيكات. وطبعا هي تنكل، نسيت اقول لكم اياها، هذه كيكة تنكل ويا لبنة او كريمة او كريم شانتي ويا اي شيء، تقدرون تاكلوها هيجي. وعليكم بالعافية، تحياتي لكم، كانت وياكم ابتهال الخالدي. لا تنسون لايكاتكم تعليقاتكم، ادعموني اذا تشوفون هذا الشيء يستوجب. تحياتي لكم، كانت وياكم ابتهال الخالدي، الى اللقاء.